لكن القوة الناعمة المصرية دايما بتكون كمان متصدرة المشهد، بتكون حريصة كل الحرص ان هي تمثل بلدها، وده اللي ما ليها من تأثير قوي جدا على المتابعين والمشاهدين. معنا الفنان الكبير حسين فهمي. استاذ حسين، مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك ادليت بصوتك النهارده؟ طبعا. طب احكي لنا المشهد في لجنتك الانتخابية كان شكله ايه، ورحت الساعة كام؟ أنا رحت في حدود الساعة 11 كده الصبح، ووجدت اللجنة كانت مكتظة بالناس، وكان في شباب كتير قوي متواجدين، وكان في كمان أطفال، ولقيت إن ده يعني مؤشر جيد جدا. إحنا لسه في بداية النهار وفي أول يوم، لسه قدامنا أيام تانية، فكانت جيدة جدا إن أنا أتواجد معاهم، وسعدت بإن في شباب وفي أطفال بيشعروا بان دي مسؤوليه عليهم انهم يروحوا ويدلوا باصواتهم ويقولوا رايهم في كل المرشحين، وده شيء جميل جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للاجيال القادمه يعني. طبعا طبعا. ايه الرساله اللي حضرتك تحب تقولها للمواطنين المصريين اللي لسه لغايه دلوقتي ما نزلوش ناويين ينزلوا، تقول لهم ايه؟ لا، انا بقول ان اولا الترشح للانتخاب ده شيء مهم جدا، وان يبقى عندنا الحريه في ان احنا نبدي راينا في المرشحين، وكل على ما قدمه لهذا الوطن، واحنا كمواطنين لنا الحق ان احنا نختار. دي يعني دي ظاهره صحيه جدا، ودي ظاهره ديمقراطيه، والمواطن في الدول المتقدمه والدول المتحضره يقاس بشيئين مهمين جدا. اولا ان هو دافع الضرائب، لان ان هو بيبدي صوته بالانتخابي، فصوته مهم جدا. كل مواطن يجب ان يشعر ان صوته له اهميه وله قيمه، وبالتالي هو ده اللي بيبقى مؤشر بالنسبه للفتره القادمه للمرشح، ان قدامه فتره قادمه يقدر ينجز فيها ما يتمناه المواطن. يعني المواطن رايح يقول ايوه انا عايزك انت تدير الدفه في الفتره القادمه، وبالتالي بتوقع منك اشياء كثيره فنشوفها. عشان كده يعني مثلا لما اضرب مثل بالانتخابات اللي تمت فيها وجاء فيها احد الرؤساء، وبعد سنه الشعب انقلب عليه، الشعب رفض. فانا سالوني مثلا محطات اجنبيه ازاي ده هو ليه 4 سنين؟ فانا قلت لهم ايوه 4 سنين، لكن في اتفاق بيننا وبينه ان هو يقدم لينا اشياء جيده ما قدمهاش. لم يقدمه. لم يقدمها، فانا من حقي ان انا اقوم اقول له انت يعني يو بريشت كونتراكت، يعني انت نقضت العهد اللي بيني، العهد اللي بيني وبينك انت فسخته. صحيح. فأنا بشوف إن دي ظاهرة صحية جدا ومهمة جدا، خصوصا بقى في الفترة اللي احنا فيها، فترة حرجة جدا في حياتنا وفي حياة مجتمعنا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الفنان الكبير حسين فهمي.